خطت حكومة المملكة خطوات واثقة نحو تطوير وتحديث مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وزارة الصحة على وجه الخصوص سارعت مؤخرا إلى إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم الإدارية المتعلقة بتقديم خدمة الشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية. إن هذا المشروع الوطني إلهام يأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وهو مشروع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية. تم اختيار خدمة الشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية التي تصدر من قبل إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث تم إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم الإدارية لهذه الخدمة باستحداث آلية المفتش الشامل لإجراء عمليات التفتيش واستخدام الأجهزة الذكية لإصدار التراخيص اللازمة، مما أدى إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها وسرعة إنجازها. بداية الحصول على ترخيص صحي لأي منشأة تجارية يكون عبر نافذة هذا الموقع الإلكتروني بتقديم طلب من قبل صاحب المنشأة إلى وزارة الصحة، ليتكفل برنامج السجلات التابع للوزارة بإيصال الطلب إلى يد موظف وحدة تسجيل تراخيص الصحة العامة الذي بدوره يحدد الموعد المنتظر للكشف الصحي للمنشأة من بعد تأكده لنوعية المرفقات المطلوبة. نتحدث عن كيفية استلامنا أو استقبالنا للمعاملات. طبعا نستقبل ونستلم المعاملات عن طريق الموقع اللي هو نظام سجلات تابع لوزارة التجارة والصناعة، وبعد ما نستلم المعاملة طبعا نتأكد من جميع المستندات إنها كلها صحيحة، وبعد التأكد ندخلها على نظام وزارة الصحة، ومن ثم يعطى موعد ويرسل عن طريق الرسالة النصية، بعدها يتم تحويل الطلب إلى قسم التفتيش. برنامج الجديد اللي من خلاله نقوم في تقديم الطلبات للحصول على التراخيص الصحية سهلت علينا الكثير من الإجراءات، الكثير من الوقت والجهد، فصارت الأمور كلها على السيستم. مسجات تجينا على التلفونات، الأوقات تضبط أوقاتنا، مثلا نقدر نحدد مثلا مواعيد أعمالنا، وبالتالي الحمد لله رب العالمين قلصت من كمية الأوراق اللي كنا نقدمها. وعندما يصبح الطلب في طريقه نحو قسم التفتيش تكون الرسالة النصية في هذه الأثناء قد وصلت إلى هاتف صاحب المنشأة تعلمه بتاريخ موعد التفتيش. بعدها قسم التفتيش في وزارة الصحة وعبر موظفيه المعتمدين الذين يسارعون نحو الذهاب إلى مختلف مواقع التفتيش التي أوكلت إليهم للتأكد من استيفاء تلك المنشآت التجارية لأهم الاشتراطات الصحية المعتمدة. في يوم التفتيش يقوم المفتش المعني بالتوجه إلى المنشأة واضعا أمام نصب عينه ضرورة ملائمتها للمعايير الصحية الثابتة بالشكل الذي يجيز لها الحصول على الترخيص الصحي المطلوب. طبعا كنا اليوم بالزيارة والكشف على المنشأة الصحية، وتم إعطاء المراجع جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من الأشياء الواجب توفرها لترخيصها في المستقبل، لنصل عند آخر مرحلة من مراحل هذه العملية المبسطة والمتمثلة بإصدار شهادة الترخيص الصحي للمنشآت المعنية. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.